والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأمل مع ميرنا إيهاب، إليك ميرنا. شكرا لكم هبة ومحمد، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته. ورصد التقرير معدل البطالة في الربع الأول من عام 2004 إلى عام 2023، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري أدنى مستوى خلال تلك الفترة مسجلاً 7.1% مقابل 13.4% في الربع الأول من عام 2014، والذي يعد أعلى معدل للبطالة. وأضاف التقرير أن عدد المشتغلين زاد بنسبة تقدر ب 18.8%، حيث بلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023 مقارنة ب 23.9 مليون فرد في الربع نفسه من عام 2014. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية ارتفع بنسبة تقدر ب 7.2% خلال شهر مارس الماضي. وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية ارتفع بنسبة تقدر ب 8.9% خلال نفس الشهر، كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات بنسبة 26.1% خلال شهر مارس. شهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة هندية متخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، وذلك بالمطورة الصناعية أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية. ويمثل توقيع عقد إنشاء المصنع الانطلاق الثاني للشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، وذلك بعد الإعلان عن مشروع فليكس الهندي لإنتاج منتجات التغليف والتعبئة في شهر أبريل الماضي داخل المطورة الصناعية أوراسكوم، إذ يبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المسمع إقامته 55,000 متر مربع، ومساحة المرحلة الأولى نحو 20,000 متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، حيث من المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة الخدمات التجارية البترولية بترو تريد بروتوكول تعاون لتنظيم التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المستعملة بالمناطق الحرة والاستثمارية. وينص البروتوكول على إعداد نظام محكم لتداول وإدارة ومعالجة المواد والمخلفات البترولية ومكافحة كافة صور وأشكال التلوث البيئي والإتجار غير المشروع للمخلفات البترولية الخطرة. وطبقا للبروتوكول ستلزم الهيئة العامة للاستثمار الشركات العاملة داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والتي يبلغ عددها حوالي 2400 شركة بتسليم المخلفات البترولية الخطرة لشركة بترو تريد. أعلنت وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من 26 من شهر مايو الماضي وحتى الأول من يونيو الجاري تم الإفراج عن 156,000 طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار. وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 16 من شهر أكتوبر الماضي نحو 5.4 مليون طن، منهم 4 ملايين طن ذرة و 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن تعهدت السعودية أكبر مصدر النفط في العالم بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.8 دولار أو 1.4%، مسجلة 77.21 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.7 دولار أو 1.5%، مسجلا 72.81 دولار للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.87% لتصل إلى 2.40 دولار للتر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 4.79% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مسح اقتصادي شهري تباطؤ النشاط لأعمال غير النفطية في السعودية خلال مايو الماضي، حيث تراجعت وتيرة النمو لكل من الإنتاج والطلبات الجديدة مع ارتفاع التضخم. وانخفض مؤشر مدير مشتريات لبنك الرياض السعودي إلى 58.5 نقطة في مايو من 59.6 نقاط في أبريل، لكنه ظل بقوة فوق المستوى لخمسين نقطة والتي تفصل النمو عن الانكماش. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم محمد وهبة. شكرا لك مريم.